فعايزين حضرتك تكلمينا عن عشق الانترنت. بصي احنا ما كنا يعني ايه من ماتش الزمالك وفي طلبات نبدأ افضل ادا يا رب يا رب الزمالك يكسب يا رب الزمالك يكسب، يعني لو طلبت اي حاجه بعد الزمالك مجابه، لو الزمالك خسر انسي بقى خلاص يعني ما ما الزمالك على فتره كتير بيخسر. لا 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 يعني لا لا بس هو كان اونست قوي في ايه؟ يقول لك الزمالك لعب ماتش حلو قوي قوي بس ما كسبش، او ان الزمالك النهارده ما كانش حلو. عندي خالد بقى، خالد مجنون برضه نادي الزمالك، فخالد كان بيفضل يتعصب وينفعل والزمالك لا او ليه وما اعرفش ايه وكده، فكان بياخده وقعد يقول له احنا بنتفرج على اللعبه الحلوه، احنا بنشجع اللعبه الحلوه، نادي الزمالك نادي اللعبه الحلوه وكده، فحاول ان انت تهدى ان انت تستمتع باللعب. طبعا كل لعيبة الزمالك طبعا كانوا اصدقاء لي واصدقاء لخالد الزملكاوي الفظيع واحمد برضه زملكاوي، وكانوا بيجوا لنا البيت وهم بيروحوا النادي وبيحضروا التدريبات وبيحضروا، هو نص العيله عند وسام زملكاويه ونصها اهلاويه. ف يعني اقول لك ايه، كانت فرحه يمكن من الحاجات اللي نفس الزمالك ياخد الدوري بس للاسف يعني المهم يعني، وحتى لما الزمالك اخد الدوري وكده اهدوا له الدرع. ايوه الدرع اهدوا له الدرع. طيب سيدي عدل،